تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمس الخميس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة بشأن الأولويات المشتركة في العلاقات الثنائية والجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وناقش الوزير بلينكن رحلته الأخيرة ومحادثاته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا من خلالها إلى التخفيف تصعيد ووضع حد لدائرة العنف. وأثنى الوزير بلينكن على التزام نظيره المغربية بتعزيز السلام والأمن في المنطقة بما في ذلك من خلال مشاركة المغرب في منتدى النقب. من جهة أخرى، تحدثت نائبة الوزير الخارجية ويندي شيرمان في وقت لاحق من يوم أمس الخميس مع وزير الخارجية الجزائري رمطال عمامرة بشأن مجموعة من المسائل الحاسمة للتعاون الثنائي والأمن الإقليمية والتطورات الدولية. وأعربت نائبة الوزير شيرمان عن امتنانها لمساهمة الجزائر في حل النزاعات الإقليمية بما في ذلك دعمها لتخفيف طارئة من حدة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية، وكذلك دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز حل دائم لقضية الصحراء وتحسين الوضع الأمني في منطقة الساحل. وأشارت نائبة الوزير شيرمان إلى التداعيات العالمية للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا وأهمية الدعم الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وشددت نائبة الوزير شيرمان على الدور الحاسم الذي تلعبه الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر. نشكركم على حسن المتابعة.